يحكم مقاطعة توجنين رفقة عدد من معاونيه بالإشراف على هدم العديد من الأكواخ والبنايات التي يسكن بها عدد من السكان بحي السبيخة شرق مقاطعة توجنين. وحسب المتضررين فإن السلطات عاجلة بطلب ترك أمكنتهم قبل أن تقوم بعمليات الهدم بعد ذلك بوقت وجيز، وقد جلب لهم حاكم المقاطعة عددا كبيرا من العمال الأجانب لتكسير أكواخهم وبناياتهم الهشة وسط حماية من الحرس الوطني كما يقولون. ولاد معدلين دولتنا إنه مواطنين، هذا القمح تطحين اللي عدلونا شاشرة بقى وقعوده الشمس والعليات الباريين والأبرياء شوفوا جايبيننا مالية يطحنونا يرفضوا مباراتنا ويدقدقوهم، بقينا اليوم وقف في الشمس طالبين موريتاني تحولنا تسرقنا عنا تعدلنا معنا مواطنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى هذه القالي مهمة الشيباني محمد الشيخ عندي الصبي خلاقة جرع في البنسونة وعندي شنو الحمراء أحمر يعني مولي أنا هنا هنا مولي أنا وعشرة ما كتبنا ما عندنا وعدنا الشهر ولا أهل نسكن برقة بس ما منجي ونسكن البلد ونسكن البلد هاي يشير المطاش من عراض وحنا وشاسة ونشفى صحيح أيدي لهي يا بنرى منا البرايم تركب على برم يطاحوا مباراتهم وخلاهم جمعنا خرصوا لا عاد شيء ناكلوا ولا عاد شيء يشربوا ولا عدنا خمر يبروها بالشمس ولا عاد شيء ولا عاد نمروا ولا عاد شيء يعلمون ولا لا ينقصوا حاسين به. وبعد تجمهر عدد من السكان بالقرب من المناطق المهدمة والتي بها أمتعتهم وأفرشتهم ومستلزماتهم الأخرى، قامت قوات الحرس بتفريقهم بالقوة وأطلقت عليهم عدد من المفرقعات والقنابل المسيلة للدموع. هذه مهمشين وجانا حاكم توجنين اليوم وكسرنا وكسر أمكينتنا ودقدق الشاشرة ودقدق الأمكينة وكب مراجلنا وذا كامل وهمشنا ورانا ندور هذا الظلم يرتفع عنا إلى عدو عبد العزيز يدور أصواتنا. والله دور الدولة أصواتنا ندور هذا الظلم يرتفع عنا دقدقة أمكينتنا وعندنا هون معايير السكن أراعيهم ودقدقة أمكينتنا هون أتياها والترقيم ما براقمنا والترام ما نعطاتنا واللي رأينا مشي الشاشر أراعيهم ابتطوا والعلايات ابتطوا والرجال ابتطوا والأمكينة وكسرت وندور هذا الظلم يرتفع عنا يرتفع عنا هذا الظلم كسرنا حاكم توجنين وجات نلادي وكسرونا وهذا ما هو يالله وجاب لنا الاجانب مكرهم علينا للنهار ب 2500 وهذا ما هو صالح اراعينا وقوف عند امكينتنا وهمشنا هكذا وكسرنا ولا نعطانا حق الى عندنا حق في الدوله ندوروه وندوروا حقوقنا والى عندنا مواطنين ما يلا نهمشوا والله ما الى عاد ما عندنا الحق في الدوله يجابونا بطاقات التصفير للدوله اللي معنيين بها نناولوا منها حقوقنا الى عدنا اللي مواطنين ينطاولنا حقوقنا في دولتنا ولا يلا نطردوا منها ولا عدنا اللي ما لنا مواطنين ينجابونا بطاقات التصفير للدولة اللي معنيين بها ناولوا منها حقوقنا ومن 83 هنا اتياها وجاونا اليوم وهمشونا ودقدقوا امكينتنا وبطوا شاشرتنا وهذا ما هو يلا ورافعين ظلمنا الول عبد العزيز يرفض عنا هذا الظلم العمران والاسكان مشانا حاكم توجنين وكسرنا ولادي مدير لادي كسرنا وهذا ما هو يا الله رايهم هون الشوابين وكسروا والشاشره وكسروا والعلايات وكسروا ومشينا هون من زمن قاطرين هون عطاش لما ما نجبر بيد ما ب 60 وقيه والطب مو حلان ولا حاجه عندنا صابرين ما عندنا باش نكر كان عندنا باش نكر ما عادوا صابرين على الاعلام وعلى الزيرات وشاشتنا ما يقرا ولا هون المدرسه شغال صبرنا شاك انا نجبر قطع من الارض 80 يوم قاعدين ما نعلم قاعدين نرجع الكتابه لين جاونا الصنادره وقالوا لنا مرقد بشكم لين قالنا الحاكم وانا ندق دقوق ونيوم ما صابره قاش تركت ما في حد قدام دانا مونبور يابس نحن قاعد ما لقنا بيقع طايل لنا لقده شاشتنا مرطوب من الشمس سمعت حاكم معاهم كان قاعد هكاتي قال ما قال انا ما قصته قال باش اشترى ولا تقدر قاش ما تقدر الشاشه انتم شفتونا عام في الشماس ولينا في الشماس ظنينا في الشماس ناس ما تقدرت ولا شربت جوع وعطش وراينا قاعدوا الحمد لله ما شاكل ليله من بياتو ما عندنا من وعدي ما عندنا باش نكرو كان عندنا ما عندو قاصرينهم ولا عندنا النمرات كان عندنا ما عندو قاصرينهم والليله بياتهم والصبح ما اللي ظانين هنين يقولوا برقتنا ليتهم كنا تشبح من الحفته تبعت فيها عيالها بما عندنا منين وعدي